هدفه كتير بسيط وكتير حزين، لأنه كان هالشاب بكلية فنون جميلة سنة أولى ونجح بالرأس بالحفر. الشيء اللي طلعه ما بيطلع واحد عنده دبلوم من 10 سنين، هيدا الشيء اللي بيميزه، موهوب جدا. في قصة بحياته رسمه هي هالقصة هي. أنا بحياتي ما شفت فنان بحبر صيني، بحبر ناشف، بقلم حبر ناشف بيرسم هيك لوحات بدقة مثل دقة الساعة السويسرية، ما شفت أبدا. فنان سوري متميز، له تجربة فريدة ومدهشة، واستخدم في تنفيذ هذه التجربة الفنية تقنيات ما استخدمها ولا فنان سوري مثل قلم الحبر الناشف. حتى الآن ما في فنان تشكيلي سوري استخدم هذه التقنية في رسم لوحة كاملة. استخدم الحبر ما نسهل، يعني أنا بسميه من التقنيات الصعبة. صعبة ليش؟ لأنه بس حطيتيه على الورق ما عاد فيك تشيلي. ثالثا له تجربة بالتعبير المجسم بالنحت. هذا الرجل يملك من الخيال بحيث ومن الإمكانيات الفنية خصوصا بالتشريح، هو قوي يعني متمكن من التشريح الإنساني. فهذا الرجل يعني شو بيسموه أخضع الإمكانيات الفنية المتفوقة لخياله الخصب، لرؤاه. هذا الرجل يتميز برؤى خصبي ما بيملكها أي فنان تاني.